الأهلي يحصد 3 جوائز من الكاف في يوم وصوله لجدة للمشاركة في مونديال الأندية. النهارده الاهلي كان بطل فوق العاده وحصل على 3 جوائز في احتفاليه الكاف للافضل في عام 2023. اول الجوائز كانت حصوله على لقب افضل نادي في القاره الافريقيه عن عام 2023 بعد عام تاريخي للقلعه الحمراء على مستوى معظم البطولات. ثاني الجوائز كانت حصول بيرسيتاو على جائزه افضل لاعب افريقي داخل القاره، اما ثالث الجوائز فكانت لمحمود عبد المنعم كهربا كأفضل هدف هدفه في مرمى الهلال السوداني. جوائز معنوية مهمة جدا للأهلي يوم وصوله لجدة للمشاركة في كأس العالم للأندية استعدادا لمباراته الأولى يوم الجمعة مع الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي نيوزيلندا. مليون مبروك للنادي الأهلي ودايما دايما رافع رأسه.